انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا، وهو هل يسوع المسيح اتصلب فعلا ولا لا؟ وهنشوف كمان وجهات نظر مختلفة من طوائف مسيحية كانت موجودة قبل الإسلام، يعني من القرن الأول الميلادي. من المعلوم أن المسلمين والمسيحيين متفقين أن في حادثة صلب حصلت فعلا، وأن في شخص اتعلق على الصليب ومات، بس الاختلاف اللي بينهم في شخصية المصلوب. المسيحيين بيقولوا أن اللي اتصلب ومات هو يسوع المسيح، أما المسلمين فبيقولوا أن الشخص اللي اتصلب ومات كان شخص شبه المسيح، وبيستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بما أن المسيح رفعه الله، لماذا انتظر الله 6 قرون ليبعث نبيا آخر يوضح للناس أن المصلوب هو شخص آخر وليس المسيح؟ إزاي ربنا يكون إله يضل لهذه الدرجة؟ إزاي ربنا يسمح بضلال بشرية 600 سنة إلى أن يأتي كتاب بعد كده يجي القرآن ويقول أن ألقي الشبح على يهوذا؟ يعني 600 سنة إزاي ربنا 6 قرون من حياة البشرية ناس في ضلال مبين وهو ساكت على هذا الضلال وهو مبسوط بكده؟ ولنفترض فعلا أن ربنا ما أعلنش عن صلب المسيح إلا في القرآن فقط، فإيه المشكلة أن الله أرسل رسول بعد المسيح بحوالي 600 سنة علشان يعرفنا أن المسيح لم يصلب؟ وطالما ضاع اعتراضكم فعندكم الفرق بين سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم حوالي 2000 سنة، فإزاي ربنا ساب الناس من غير نبي الفترة دي كلها على حسب اعتقادك؟ وهل فعلا على مدار التاريخ مفيش حد آمن أن المسيح لم يصلب وأن أول كتاب أكد أن المسيح لم يصلب هو القرآن؟ التاريخ يؤكد أن منذ القرن الأول الميلادي اعتقدت الكثير من الطوائف المسيحية أن المسيح لم يصلب بل شبه للناظرين. فقد شاع عند الأغنصطيين وهم طائفة مسيحية أن يهوذا الإسخريوطي قد صلب بدلا من المسيح. يقول المؤلف حبيب سعيد في كتابه المدخل إلى الكتاب المقدس الذي يدعي أن يهوذا الإسخريوطي مات عوضا عن المسيح، فربما يكون مأخوذا عن بشارة أصلية لبرنابا هذا إن وجدت، وذلك لأن مثل هذا الرأي كان شائعا بين الأغنصطيين. وفي كتاب المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية يقول المؤلف اسكندر سيفي ولكن الجمهور أنكر عليهم ذلك وتهدد الأسقف بالقتل فهرب للأسكندرية، إنما بوصوله لها وجد بأنه لا يمكنه أن يصادق على مذهب المصريين برمته أيضا، فأن مذهبهم كان بأن يسوع لم يصلب بل شبه للناظرين كما جاء فيما بعد بالقرآن. في نهاية القرن الميلادي الأول انتشر الفكر الغنوصي، وكان من أبرز اعتقاداتهم أن المسيح ما اتصلبش، وأن اللي اتصلب بدلا منه إما يهوذا الإسخريوطي أو سمعان القيرواني،
وفي ذلك يقول مؤلف كتاب تاريخ المسيحية الشرقية: أما بالنسبة للصلب والموت فإنهم يقولون إنه إما أنقذ من عذاب الصلب معجزة علوية، أو أن شخصا بديلا له قد صلب بدلا منه، إما يهوذا الإسخريوطي أو سمعان القيرواني. أما كتاب تاريخ الفكر المسيحي عند أباء الكنيسة فيؤكد أن المسيح لم يموت على الصليب بل مات عليه سمعان القيرواني. ويؤكد هذه المعلومة الدكتور نصح عبد الشهيد مؤلف كتاب ضد الهرطقات للقديس إيرينيوس، فيقول: وأجرى معجزات وهو نفسه لم يمت، بل الذي مات هو سمعان القيرواني الذي أجبر على حمل الصليب بدلا منه، حتى أن هذا الأخير استغير شكله بواسطته حتى يظن أنه يسوع قد صلب عن جهل وخطأ. كانت طائفة البوجميل التي سكنت البوسنة تؤمن بنجاة المسيح من الصلب. يقول المؤلف توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام متحدثا عن طائفة البوجميل: واعتقدوا أن المسيح نفسه لم يصلب، وإنما حل محله شبح آخر، وهم يتفقون في هذه الناحية في جانب مما جاء به القرآن. يولياني وغيره من المسيحيين اللي ظهروا في القرن الثاني قالوا إن المسيح نجا من الصلب لأنهم كانوا مؤمنين إنه ما كانش ليه جسد حقيقي، يعني كان زي الشبح كده قادر يختفي ويهرب ويغير شكله. ففي كتاب تاريخ مختصر الدول يقول المؤلف: وفي هذا الوقت ظهر يولياني القائل أن جسد المسيح غير مخلوق، وهو جوهر لطيف روحاني لم يصلب بالحقيقة ولم يمت، وإنما كان ذلك كله خيالا. يقول ويليام باركلي في تفسيره للعهد الجديد: وفي إنجيل أعمال يوحنا نقرأ أيضا إنه في الوقت الذي علق فيه جسد يسوع البشري على صليب الجلجثة كان يوحنا في داخل مغارة في جانب من الجبل يتحدث مع المسيح القدوس الذي قال له: يا يوحنا، في نظر الناس في أورشليم أنا أصلب وأسمر بالمسامير وأطعن بالحربة وقدم لي خل ومر لأشرب، لكن هنا أنا أتحدث إليك فاصغ إلى قولي، إنني لم أعاني شيئا ما مما سيقولون إني قد عانيت. ظهرت طائفة الإبيونية في القرن الأول الميلادي، وكان من أبرز عقائدهم أن المسيح لم يخضع للموت أو الألم، وأنه نبي وليس إله. يقول الأنبا غريغوريوس في كتابه اللاهوت المقارن: ورفض الأبيونيين الاعتقاد بأن المسيح خضع للموت أو للألم، واكتفوا بتعليمه ومبادئه ومعجزاته. جاء في كتاب تاريخ الكنيسة عصر الآباء من القرن الأول وحتى السادس للمؤلف جون لوريمر أن طائفة الدوسيتية في القرن الثاني الميلادي اعتقد أتباعها أن المسيح لم يصلب بل صلب بدلا عنه سمعان القيرواني. في ناس في غلاطيا اتبعوا عقيدة جديدة بتقول إن في إنجيل تاني خالص ما بيعترفش بصلب المسيح. بولس وقف ضد العقيدة دي والإنجيل ده وحذر أي حد يتكلم عن الموضوع ده: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. وكمان في كورنثوس كان في ناس مش معتقدين بالصلب ولا القيامة من الموت، فكان أبرز تعليم بولس التكريس بالصلب والقيامة بينهم. ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات؟ في القرن الأول قبل ما يوحنا يكتب إنجيله كان الناس بيتكلموا أن سمعان القيرواني هو اللي اتصلب مكان المسيح، وكان في فقرات من الأناجيل بتخدم الفكرة دي. يوحنا بقى لما جه يكتب إنجيله سنة 98 ميلادية غير القصة دي وخلى المسيح هو اللي شال صليبه مش سمعان القيرواني، وده بيدل على حقيقة نجاة المسيح من الصلب. إذن ليس المسلمون وحدهم من ينكرون قتل المسيح، فالباحث في الوثائق التاريخية لا يجد أي دليل تاريخي موثوق يؤكد قصة وضع المسيح على الصليب، لكنه سيجد في كتب التاريخ وكتب النصارى أنفسهم تأكيدات بأن كثيرا من الطوائف النصرانية ظلت منذ القرون الأولى وإلى الآن تؤمن بأن المسيح عليه السلام لم يعلق على الصليب قط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما